أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها مدى جدوى نقل المركز المالي للدولة من صنعاء إلى عدن، والذي بدأت الحكومة في أولى خطواته قبل أيام. ضج خطاب ميليشيا الحوثي منذ الساعات الأولى للتحرك صوب العاصمة صنعاء بعبارات التنديد بالفساد، وزاد خطابها حدة بعد قرار حكومة باسندوة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحت هذه اللافتة تم إسقاط الدولة وتنفيذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والمخلوع في 21 من سبتمبر عام 2014. بعيد الحرب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، ضغطت دول ومؤسسات مالية كبرى على الحكومة والانقلابيين بهدف تحييد البنك المركزي والمؤسسات المالية لمنع انهيار الاقتصاد الوطني، وتم الاتفاق على ذلك. غير أن رئيس الوزراء بن دغر صرح في مايو الماضي أن الانقلابيين لم يلتزموا بهذا الاتفاق ونهبوا مقدرات الدولة، وأن الاقتصاد يوشك على الانهيار. وفي خطوة جديدة، وجه رئيس الوزراء محافظ حضرموت بتوريد إيرادات المحافظة إلى حساب الحكومة في عدن، في خطوة وصفها مراقبون بأنها متأخرة، بينما وصف خبراء اقتصاديون هذه الخطوة بالخطيرة على الحكومة لما سترتب عليها من تحملها لمسؤولية دفع النفقات العامة للدولة والفشل الاقتصادي الذي تسبب به الانقلابيون خلال عام من العبث والاستنزاف الذي طال الإيرادات والاحتياطي في البنك المركزي. وبين خيار الاستمرار بما يسمى الحيادة المالية أو الانفصال عن صنعاء والتحول إلى تأسيس مركز مالي مستقل في إحدى المحافظات المحررة، تنشأ أسئلة كثيرة واقعية ومفترضة. لماذا تأخرت الحكومة في اتخاذ خطوات نقل المركز المالي؟ وهل الحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار دون موافقة الدول والمؤسسات النقدية الكبرى؟ وكيف يؤثر عرقلة ملف الحل السياسي على هذا القرار في ظل حديث الكثيرين عن استحالة إحراز أي تقدم فيه؟ هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها على ضيفينا من جدة، عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور محمد حلبوب، وكذلك من عدن الخبير الاقتصادي الدكتور خالد عبد الواحد نعمان. أرحب بكم ضيفي الكريمين وأبدأ معكم بالسؤال المشترك مع السيد خالد عبد الواحد. دكتور خالد، هل تؤيد الخطوة الأخيرة للحكومة بتحويل إيرادات المحافظات المحررة من صنعاء إلى حساب الحكومة في عدن؟ تفضل دكتور. دكتور هل تسمعني؟ اولا حسب افضل علمي، اولا انا لست دكتورا، انا يعني رجل اعمال. مرحبا يعني بك السيد خالد عبد الواحد، تفضل استاذ خالد. نعم حسب افضل نعم استاذ خالد، لا مشكله استاذ خالد تفضل. حسب افضل علمي نعم، لم حسب افضل علمي لم تتخذ الحكومه أي إجراء فيما يتعلق بنقل المركز المالي إلى عدن. نعم، هل توافق أستاذ خالد نقل المركز المالي إلى عدن أم لا؟ إجابة مختصرة فقط. وليس هناك أي ترتيبات تمت حتى الآن. نعم طيب، أسمع أيضا مع الدكتور محمد حلبوب. خلينا أشرح لك. طيب استاذ، يعني مسار البرنامج استاذ خالد فقط، انا اقول ليست. نعم استاذ خالد، حتى يعني تكون في علم، مسار البرنامج هي اجابه بنعم توافق او لا، ومن ثم فاصل ومن نبدا الحديث الاول. اشرح لك انشاء مركز مالي. سنتحدث بتفصيل كبير استاذ خالد، سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولكن اوجه نفس السؤال. انقطع الصوت عندك. اوجه السؤال للدكتور محمد حلبوب في جده. دكتور محمد، انت ايضا هل تؤيد الخطوه بنقل المركز المالي من صنعاء الى عدن وتحويل كل ايرادات الدوله الى هناك؟ تفضل. نعم اؤيد تأييد كبير هذه الخطوه، وارى انها تاخرت كثيرا. شكرا لكم ضيفي الكرام. إذا مشاهدي الكرام سنذهب لفاصل قصير، بعد الفاصل نبدأ النقاش في هذه الحلقة، ابقوا معنا.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم، وأعود هذه المرة إلى جدة مع الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، إذن من خلال إجابتك أنت تؤيد نقل المركز المالي إلى عدن، ما هي الأسباب التي جعلك تؤيد بقوة في على الجانب الآخر؟ هناك من يقول بأنه إذا تحول المركز المالي إلى عدن ستكون كارثة بالنسبة للحكومة، تفضل. أولا، هذا الحديث عن كارثة بالنسبة للحكومة كلام غير صحيح، لأنه شئنا أم أبينا اليوم أو غدا أو بعد غد سوف تتحمل الحكومة المسؤولية المالية، وهذه المسؤولية المالية يجب أن نتحملها اليوم قبل أن تتراكم الأخطاء الفادحة، قبل أن يتراكم الدين العام، قبل أن تنهار العملة بشكل كبير جدا، قبل أن ينهار الاقتصاد نهائيا. يعني اليوم إذا كنا سوف نواجه صعوبة معينة، سوف تواجه الحكومة صعوبة معينة، فإن غدا سوف تكون الصعوبة أكبر، وإذا تأخرت بعد شهر سوف تكون الصعوبة أكثر، وإذا تأخرت أكثر سوف تكون الصعوبة أشد وأكثر. إذن نحن بالأخير سوف نتحمل المسؤولية، الحكومة سوف تتحمل المسؤولية، الحكومة سوف تتحمل الدين العام الذي يتراكم الآن بسبب الحوثي، وكل ما تم الإسراع في سحب المركز المالي من تحت سلطة الحوثي كلما قلت الأضرار. نعم دكتور، إذن توجه بالسؤال أيضا للأستاذ خالد عبد الواحد. أستاذ خالد، إذن الدكتور محمد حلبوب يؤيد تأييد كبير بنقل المركز المالي إلى عدن، وأن هذه الخطوة كانت متأخرة والشروع فيها هو في صالح الاقتصاد الوطني، هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، أنا ممكن أتفق معه، يعني أتفق معه إلى حد معين، ولكن أشتي أوضح يعني خطورة هذا القرار. هذا القرار ليس بالسهل. نعم تفضل أستاذ خالد، وضح النقاط التي تريد، تفضل. أولا يجب أن نفهم وظيفة البنك المركزي. البنك المركزي وظيفته خمسة مهمات رئيسية. هو نعم أستاذ خالد، هل تعاني من مشكلة في الصوت؟ بنك البنوك. نعم أستاذ خالد تكلم، هو بنك البنوك ويشرف على أعمال البنوك والصيرفة ويضبط إيقاعها. الشيء الثاني هو بنك الدولة، يدير أموال الدولة وحساباتها، وهو الذي يقرض الدولة ويستلم القروض نيابة عنها ويديرها بالتنسيق مع وزارة المالية. المهمة الأولى بنك البنوك، المهمة الثانية بنك الدولة، وهو أيضا بنك ثالث. المهمة الثالثة هي بنك الإصدار، ويعني بكل ما يتعلق بعملية التحكم والسيطرة على النقد الأجنبي والمحلي، وأيضا كل العمليات البنكية، ويضمن ثقة البنوك. نعم. المهمة الرابعة هو الدائن النهائي. نعم. فهو يتحكم في كل عمليات البنكية من خلال غرف المقاصة، يعني يتبادل المديونيات مع غرف المقاصة، ويحفظ ودائع البنوك. نعم. ويتم تداول مديونيتها، وأيضا يعني يشرف على يعني يضمن ثقة المودعين. نعم. نعم. أيضا هو المستشار المالي والنقدي للدولة. فليس من الممكن أيضا تجزئة، هو طبعا نحن عندنا وضعنا البنك المركزي يختلف عن البنوك الأخرى في العالم، أنه يؤدي وظيفتين، وظيفة الخزانة العامة للدولة ووظيفة أيضا بنك البنوك. فلذلك هذه المهمتين يقوم بها البنك، ومن الصعب جدا من أن تنقل المركز المالي للبنك المركزي، يعني أو تجزئه إلى جزئين. نعم، إذن هذه النقاط التي ذكرت. لكن نحن للأسف. نعم أستاذ خالد، إذن أنت ربما تتفق مع الدكتور. نعم أستاذ خالد، أنت تتفق مع الدكتور محمد حلبوب بنقل المركز، لكن يعني من المهم والضرورة أن يتم هذه النقاط التي تحدثت عنها، أن يتم استيعابها وترتيبها مسبقا من الحكومة حتى يتم نقل المركز المالي. إذن أستاذ خالد، أعود إلى الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، ربما أستاذ خالد وضع بعض النقاط الهامة لابد أن يشرع الحكومة في إصلاحها قبل نقل المركز المالي حتى لا تحدث هناك كارثة في الاقتصاد. لا توجد مشكلة ليس لها حل.
كل مشكلة يمكن أن تواجهنا ليس ستكون لا هناك حل، كما تم نقل البنك المركزي من اليمن الديمغرافية السابقة إلى صنعاء دون أي مشاكل، وأيضا يمكن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بنفس الطريقة ودون أي مشاكل. البنك المركزي يمكن أن تنقل مهامه الخمس إلى عدن دون مشكلات، هذه المشكلات يمكن أن تكون لفترة شهر أو شهرين أو ثلاثة، ولكن بدون نقل البنك المركزي سوف نعاني من تراكم المسؤوليات والمشكلات وانهيار الوضع الاقتصادي وانهيار العملة بشكل كبير وكذلك انهيار الجهاز المصرفي. نعم. نحن الآن أمام عصابة، أمام ميليشيا اغتصبت السلطة وهي الآن تعبث بالاقتصاد بشكل كبير. نعم. ويوما ما قريبا سوف يتم تسليم هذه. نعم. دكتور. نعم. الميليشيا هي نفسها. نعم. دكتور مع أهمية. نعم. نعم دكتور، مع أهمية ما ذكرت من نقاط هامة في نقل المركز المالي أو البنك المركزي إلى عدن، لكن ربما الكثير يتحدث بأن الآن البنك يعني أصبح الاحتياطي انتهى، البنك على وشك الإفلاس، وهناك أخبار تحدث بأن الميليشيا ليس لديها القدرة على دفع رواتب الناس في الأشهر القادمة، إذن ما الجدوى نقل المركز المالي والبنك المركزي وقد أصبح يعني قيد الإفلاس؟ يا عزيزي أنت حكومة شرعية، ستستلم السلطة عادلا أم عادلا؟ وكلما أسرعت في استلام السلطة المالية كلما كانت هذه العملية أسهل بالنسبة للاقتصاد، تحافظ على من انهيار الوضع الاقتصادي، وأيضا سوف تساعد الوضع، سوف يستطيع المجتمع الدولي أن يساعدك، وسوف عمليا يتم التعامل مع هذا البنك بشكل يسير. إذا سوف تقل التكلفة، سوف يقل الأضرار، لأنه الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء فإن الأضرار سوف تتراكم وتصبح أسوأ، هذا من جانب. ومن جانب آخر أنت لن تستطيع حتى لو تم تسليم المركز المالي أو السلطة للدولة فإن الميليشيا كما نعرفها لن تسلم السلاح، ولن يكون لديك أي سلطة للضغط على هذه الميليشيا، لأن البنك المركزي والعاصمة هي تحت سلطة وسلاح الميليشيا. أوهام أن يسلم الحوثيين السلاح بكل بساطة هذه أوهام فقط، إذا وافق عبد الملك الحوثي فلن يوافق علي الحاكم، وإذا وافق علي الحاكم لن يوافق محمد علي الحوثي، وسندخل في متاهة لا نهائية. نعم. وبالتالي أنت ما دمت تحت سلطاتهم وتحت سيطرتهم العسكرية فإنك لن تستطيع أن تتصرف بشكل سليم. عملية نقل البنك المركزي إلى عدن سوف تسحب من أيديهم السلطة وسوف يكونون أمام ضغط، فإما أن يسلمون وإما أن ينهارون هم. نعم. يجب أن لا ننهار نحن، يجب أن نضع أنفسنا للمناطق المحررة. ربما تكون هذه الخطوة. نعم دكتور محمد. نعم دكتور محمد، ربما تكون هذه الخطوة هي أيضا إنقاذ للميليشيا وعدم تحمل الانهيار الاقتصادي الذي سيحدث وستكون تحل الكارثة هنا. سأتحول أيضا إلى الأستاذ خالد عبد الواحد في عدن. أستاذ خالد، إذن ربما الدكتور محمد مصر على قضية أنه لا بد الاستعجال بنقل البنك المركزي، ما رأيك؟ أنا أتكلم بكلام علمي ومتين قابل للتطبيق، يعني التمنيات والرغبات يعني سهلة، كلام سهل، لكن أنا أشتي أوضح أولا في ما جرى خلال 16 أشهر 16 شهر الماضي منذ بداية الحرب. نعم استمر استاذ خالد، نسمعك تفضل. نحن تعرضنا، تعرض اليمن على مدى 16 شهر من قبل الانقلابيين ومن قبل المجتمع الدولي، مارسوا حرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية، مارسوا حرب اقتصادية على اليمن. نعم. نعم. حتى وصلنا إلى وضع كارثي جدا جدا، يجب معه التحرك.
لكن التحرك بعقلانية والتحرك بتنسيق شامل مع الأطراف الدولية التي هي التي تقرر فيما يتعلق باعترافنا باعتراف نعم. أستاذ خالد ربما هناك مشكلة، سنحاول أن نصلح هذه المشكلة اعتماد المركز المالي الجديد بشكل أوضح. مشاهدينا الكرام، فلذلك أن يتم إصلاح هذه المشكلة مع ضيفنا من عدن الأستاذ خالد عبد الواحد. سنذهب الآن لمتابعة هذا التقرير ومن ثم نكمل الحديث من فضاء حر، ابقوا معنا. كانت أبرز لافتة رفعتها ميليشيا الحوثي في انقلاب 21 سبتمبر رفض الجرعة السعرية التي فرضتها حكومة الوفاق. منذ الانقلاب في سبتمبر 2014 بدأت ميليشيا الحوثي وضع يدها على المؤسسات الحكومية بما فيها المؤسسات المالية والبنك المركزي، ثم أحكمت سيطرتها على هذه المؤسسات عقب الإعلان الدستوري في فبراير 2015. خلال شهري فبراير ومارس من العام الماضي أعلن العشرات من مكاتب الممولين الخارجيين ومنها البنك الدولي تعليق مشاريعها، وغادرت العاصمة صنعاء بسبب الانقلاب وانفلات الوضع الأمني. وخلال هذه الفترة أيضا جمدت كافة شركات الانتاج والتنقيب النفطي أعمالها وأغلقت مكاتبها في اليمن، وتوقف إنتاج النفط والغاز الذي كان يشكل ما يقارب 70% من مصادر إيرادات الدولة. بعد انطلاق عاصفة الحزم ضد الانقلابيين، فرض صندوق النقد الدولي والدول الكبرى اتفاقا بين الحكومة والانقلابيين يقضي بتحييد البنك المركزي والمؤسسات المالية عن الصراع لمنع تدهور الاقتصاد. في 14 إبريل 2016 أصدر مجلس الأمن قراره رقم 2216 الرافض للانقلاب، والذي تضمن عقوبات اقتصادية ومالية وإجراءات منع سفر ضد قيادات الحوثيين والمخلوع صالح. في يوليو 2015 ميليشيا الحوثي تصدر قرارا بتعويم أسعار المشتقات النفطية دون توفيرها في المحطات الرسمية، وجاء القرار ليتسبب بأزمة خانقة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي في الوقت الذي توفرت فيه بأسعار مضاعفة في السوق السوداء. وفي أغسطس 2015 صرح نائب اتحاد العمال صالح السنباني عن تسريح 3 ملايين عامل، ما نسبته 60% من إجمالي القوة العاملة في اليمن. في 23 مايو 2016 سعر صرف الدولار الأمريكي يرتفع أمام الريال اليمني حتى 315 في انهيار تاريخي لهذه العملة. في يونيو 2016 وثيقة شركاء اليمن تعلن ارتفاع نسبة الفقر في اليمن إلى 62% من 34% في 2014. يوليو 2016 حكومة بندغر تقول إن ميليشيا الحوثي نهبت احتياطي البنك المركزي وأنهم لم يلتزموا باتفاق تحييد البنك. وفي الشهر ذاته وجه رئيس الوزراء بعض المحافظات المحررة بإيقاف التوريد إلى صنعاء والتوريد إلى حساب الحكومة بعدن. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، وأعود إلى عدن مع الأستاذ خالد عبد الواحد. أستاذ خالد، مع الاتفاق مع كل ما طرحته، هل الواجب الآن على الحكومة أن تتفرج حتى تحدث الكارثة وينهار الاقتصاد بشكل كامل؟ لا لا لا، أنا عندنا أفكار وحلول، ولكن حلول منطقية وواقعية. كما قلت لك أولا، نحن تعرضنا نعم نسمعك، تفضل. تعرضنا لحرب عسكرية، تعرضنا لحرب عسكرية وأيضا حرب اقتصادية. نعم أستاذ خالد، حتى نتمكن من سماعك وتتسلسل في الحديث، عندما تتحدث أكمل فكرتك ولا تتوقف. نعم طيب أوكي. فلذلك حاضر، يعني كما قلت، حصار اقتصادي تحت مسمى تحييد الاقتصاد. نعم، تحييد الاقتصاد
هذا التحييد الاقتصادي الأعرق. نعم، يعني التحييد الاقتصادي الأعرق لأنه أتاح للإنقلابيين، لأنه أتاح للإنقلابيين السيطرة على كل الموارد المالية، السيطرة على الموارد المالية كلها. نعم نعم. ومنع الحكومة الشرعية من أن تتحكم في إيراداتها وفي أموالها. نعم. فلذلك أنا ممكن أستعرض في نقاط محددة ما هي الآثار الناتجة عن هذا التحييد الاقتصادي اللي كان وراه المجتمع الدولي إلى جانب الانقلابيين. نعم. أولا، أول شيء هو حصار قوي وبحري وبري في التواصل بين اليمن والخارج وبين محافظات اليمن في الداخل، الأمر الذي عرقل دخول ووصول السلع والخدمات والمشتقات والمساعدات الإنسانية وحركة انتقال البشر بين كل محافظة وأخرى بسبب هذا الحصار المركب. نعم. فلذلك لم تصل لا مساعدات ولم تصل السلع ولم تصل إلى كل مناطق اليمن، واستأثر بكل السلع والخدمات الانقلابيون. نعم. اثنين، حدث تدمير ممنهج لكل البنى التحتية من خدمات مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات وقصور ومرافق الخدمات الاجتماعية والمنشآت الاقتصادية والخدمية العامة والخاصة والتعاونية. ثلاثة، المنع والتقييد للتحويلات الخارجية وفتح الاعتمادات وإصدار الضمانات من اليمن إلى الخارج والعكس، ما في ذلك وضع العراقيل لنقل السيولة الفائضة من العملات الأجنبية من لدن البنوك المحلية إلى الخارج لتعزيز أرصدتها الخارجية لأغراض تمويل التجارة الخارجية، مما أدى إلى شلل تام في عمل البنوك المحلية. نعم. وهذا كان كله لصالح الانقلابيين. أيضا الحيلولة دون تصدير النفط والغاز وحتى الكميات اللي كانت مخزونة في ميناء ضبة 3.5 مليون برميل لم يسمح لنا يا بيعها ولا أيضا تصديرها إلى المصافي في عدن. نعم. أيضا وضع القيود أمام طبعا تحت ذراع شكتة، وضع العراقيل أو القيود أمام الاستيراد والتصدير من أول الموانئ المبنية وفتح بعض الموانئ المبنية اللي كانت تحت نفوذ القوى الانقلابية أو تحت نفوذ قوى الإرهاب. نعم. لأغراض التهريب بكل أنواع ما فيها الأسلحة والذخائر والاستيلاء على الموارد لتمويل الإرهاب والمجهود الحربي للانقلابيين. نعم أستاذ خالد، هذا كله تم تحت سمع وبصر. نعم استاذ خالد، سمع وبصر المجتمع الدولي. نعم استاذ خالد، اذا هي نقاط يعني. نعم المجتمع الدولي. نعم استاذ خالد، هي نقاط اذا مهمه ذكرتها، وربما كانت فكره الهدنه الاقتصاديه هي جاءت بضغط من المجتمع الدولي. انتقل الى جده مع الدكتور محمد حلبوب. دكتور محمد، اذا الدول التي فرضت الدوليه التي فرضت الهدنه الاقتصاديه واجبرت الحكومه الشرعيه وقالت بان لا بد من تحييد البنك المركزي، اذا لماذا حيدت البنك المركزي عن الحكومه الشرعيه واعطت المجال للانقلابيين للتصرف ونهب الاحتياطي العام ونهب اراده الدوله واوصلوا البلد الى هذه النقطه من الانهيار الاقتصادي؟ تفضل. الميليشيا هي ميليشيا لا تلتزم بأي شيء، ليس لها عهد وليس لها ذمة، وبالتالي التعامل معها ككيان له أخلاقيات هو خطأ فادح. المجتمع الدولي تعامل مع الميليشيا ومع الحكومة بشكل متساوي وكانت خطأ فادح. كان الخطأ الأفدح هو أن توافق الحكومة على هذه الهدنة الاقتصادية. الحكومة بكل وضوح كانت توافق على الهدنة الاقتصادية خوفا من ان نقل المركز المالي الى عدن، وكل ما جرى مما قاله الاستاذ خالد عبد الواحد صحيح، وتم خوفا من ان يتم اعلان الانفصال في عدن. يجب ان نقول هذه الحقيقة. نعم. كان الوهم الذي سيطر على الحكومة وعلى كثير من قيادات السلطة الذي وجعلهم يخافون من الانفصال إلى درجة أنهم يسمحون للميليشيا باستخدام البنك المركزي يعني الاستخدام والاستخدام الكامل. نعم. وبالتالي الآن يجب أن لا تستمر هذه العملية، يجب أن لا تستمر هذه العملية ما لم إنها كارثة اقتصادية قادمة يعني. نعم. وإن شاء الله لا تتم.
نعم. طيب دكتور محمد، لماذا المجتمع الدولي سكت على كل هذا النهب للمال العام واستنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي اليمني دون أي محاسبة ودون أي عقوبات على الميليشيا؟ لا، عمليا القرار 22/16 هو قرار دولي، والمحاسبة تتم الآن من خلال الخط المستمر ومن خلال التدخل البري ومن خلال الخط الجوي ومن خلال الحصار الإرهابي. كل هذه هي أساليب للعقاب، ولكن هناك ميليشيا لا تهتم للمجتمع، لا تهتم للناس. ميليشيا جاءت من كوروف وناس لا يمتلكون اي شيء، وبالتالي لا يخافون على اي شيء. يعني انت تدمر كل شيء ولا يهمهم، هم ليس لديهم شيء يعني يمكن ان يخافون عليه. هؤلاء يجب التعامل معهم عسكريا ويجب التعامل معهم اقتصاديا. يجب ان لا نترك في بين ايديهم البنك المركزي لينهبوا اكثر حتى لا يتعرض الاقتصاد الى الانهيار الكامل. نعم. تصريحات رئيس الحكومة بن دغر دكتور محمد ربما كانت الفترة الأخيرة، تحدث بأنه لن يعني تستمر الحكومة بالصمت عن استنزاف المال العام، وعلى الحوثيين أن يحملوا هذا التصريح بمحمل الجد، لكن منذ أن تم هذا التصريح إلى الآن لم يتغير شيء. هناك إجراءات عملية تمت من خلال يعني إنشاء أو يتم الآن إنشاء شركة اتصالات جديدة لكي يتم الخروج عن السيطرة المركزية لشركات الاتصال. هناك تم إجراءات توصيلات يعني اتصالاتية بحيث تربط البنوك المركزية أو فروع البنوك المركزية في المحافظات بعدن. هناك إجراءات أيضا لفتح حساب مؤقت في البنك الآلي اليمني للحكومة، حساب مركزي. وهناك يعني إجراءات أيضا مع العالم الخارجي، تم اللقاء بالسفراء الدول 18 من قبل وزير المالية ومن قبل أيضا محافظ البنك المركزي. تم اللقاء بالذهاب إلى الغرفة المخاطبة الدولية لكي يتم ترتيب هذه العملية. الإجراءات تتم، وإن شاء الله في القريب العاجل يتم نقل المركز المالي. نعم. هذه الإجراءات التي تحدث عنها دكتور محمد ربما ليست يعني في أصل الموضوع أو ما يخص البنك المركزي، يعني تغيير شركة اتصالات، فتح تواصل مع قنوات تواصل مع الدول الراعية للأزمة في اليمن، لكن ربما النقاط الأهم وهي الإيرادات التي تتبع الدولة، السماح ببيع النفط، يعني الضرائب، الجمارك في المنافذ، هذه إذا إلى متى ستستمر توريدها للميليشيا في صنعاء؟ سيستمر توريدها إلى الميليشيا في صنعاء إلى أن يتم تكوين وعاء بنكي لتجميعها. يعني لا يمكن أن تتحول إلا إذا كان هناك بنك مركزي تم نقله بالكامل أو صلاحياته أو جزء من صلاحياته إلى عدم. العالم الخارجي لا يمكن ان يحول لك مال الا الى موقع محدد، الى حساب محدد، الى حساب له رقم، الى بنك واضح. فانت عليك ان تنشئ هذا البنك، وبعد ذلك المجتمع الدولي، وايضا حتى بيع النفط وبيع الغاز سوف يتمكن عندما يكون لديك بنك يمكن التحويل اليه. نعم. دكتور، ما دامت الحكومه بدون بنك يمكن التحويل اليه، فانها لن تستطيع ان تحول اي اموال، لن تستطيع ان تبيع النفط، لن تستطيع ان تبيع الغاز، وبالتالي لن تستطيع ان تدير الدوله ولن تستطيع ان نعم. تدير الاقتصاد. دكتور، اذا افترضنا نعم دكتور، اذا افترضنا بان المجتمع الدولي وافق للحكومه الشرعيه بنقل البنك المركزي الى عدن، هل الحكومه مستعده على تحمل تبعات نقل البنك المركزي، بمعنى اخر صرف مرتبات الناس، توفير الموازنه لكل المؤسسات الدوليه على الاقل في المحافظات المحرره؟ اعتقد بان الحكومه تستطيع بكل سهوله، وهذه العملية ليست عملية صعبة، تمت في عام 1990 بكل سهولة ولدينا خبرة كافية فيها. كذلك توجد دول في العالم كله يعني تمت فيها هذه العملية، من ضمنها مثلا أوكرانيا عندما انفصلت عن الاتحاد السوفيتي، من ضمنها دول كثيرة. وبالتالي العملية هناك تجارب كثيرة وتمت بكل سهولة، كانت تجارب في اليمن أو كانت تجارب خارج اليمن، وبالتالي لا توجد هناك مشكلة ليست لها حل.
مشكلة قواعد البيانات بالنسبة للموظفين سهلة، هي متوفرة بالنسبة لقواعد البيانات في وزارة المالية يمكن نقلها، وبالتالي يمكن أيضا حتى الضغط على وزارة المالية في صنعاء أن تتعامل مع البنك المركزي ما بين نقطة على مرتباتهم. نعم. ومن أجل أن يحصلوا على مرتباتهم في وزارة المالية أو في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء أنهم يعملون. نعم. ولكن دكتور، نعم دكتور محمد، مع صحة ما تقوله، لكن كما تعلم الآن الحكومة تشتكي من وجود حتى موازنة تشغيلية لها في عدن. يا عزيزي لا يوجد لها موازنة تشغيلية لأن ليس لها حساب في البنك. الموازنة التشغيلية لا يمكن أن تعطى لها بالشنطة. نعم. الموازنة التشغيلية لا يمكن أن ترسل إلى شنطة، لا يمكن أن ترسل يعني بالزنابيل. نعم. الموازنة يجب أن تتم عبر الحسابات عبر البنوك. نعم. إذا دكتور محمد، إذا يرتبط إذا يرتبط فقط يرتبط فقط بفتح حساب في عدن. نعم. نعم نعم دكتور محمد، إذن من خلال كلامك ربما الحكومة بحاجة فقط لفتح حساب في عدن أو في أي بنك، وعلى طول المبالغ ستورد إليها وستتحمل الحكومة كل ما عليها من تبعات أمام المواطنين في اليمن. أنتقل إلى الأستاذ خالد عبد الواحد إلى عدن. أستاذ خالد، إذن هل فعلا المشكلة تقتصر فقط على فتح حساب بنكي للحكومة سواء في عدن أو محافظة أخرى محررة؟ للأسف أنا لم أسمع يعني. نعم أستاذ خالد، للأسف أنا لم أسمع الكلام كاملا، ولكن أشتي أصحح للأخ الدكتور حلبوب. نعم الدكتور حلبوب انقطع الخط. انقطع معك دكتور أستاذ خالد، تفضل نسمعك. أستاذ خالد تفضل نسمعك، واصل تقطعي الانقصال. فلذلك أولاً أنا أشتري نوه لشيء. تفضل. أنا كنت أتكلم حول آثار الحرب أو الحرب الاقتصادية التي شنت على اليمن من قبل المجتمع الدولي والإنقلابيون، لم يعني تجعلني أكمل. نعم أستاذ خالد، شيء صحح الكلام. أستاذ خالد، معذرة منك أستاذ خالد. أستاذ خالد، ربما النقاط التي تحدثت عنها والجميع يعرف مقدار الحرب التي قامت بها الميليشيا وبدعم للمجتمع الدولي على الأقل الاقتصادي، وصلنا إلى هذه النقطة. إذن الآن حتى نتسلسل في الحديث ونبحث عن حلول للمشكلة، الدكتور محمد حلبوب يقول بأن فتح حساب للحكومة الشرعية في عدن أو في أي بنك آخر خارج صنعاء ربما يكون هو بداية للحل وإنفراجة للاقتصاد في اليمن. تفضل. ليس طيب، خلينا انا اطرح وجهة نظري، مش يعني انا اتبنى وجهة نظر الاخ الدكتور حلبوب. انا قلت لك في حساب مفتوح في البنك الاهلي فتحته الحكومه في البنك الاهلي، ولم يتورد اليه سنت واحد. هذا الموضوع نوقش مع الاخ رئيس الجمهوريه، وشكلت لجنه يعني وناقشها مجلس الوزراء في عدن، لجنة من كبار الاختصاصيين، وأنا كنت أحدهم من كبار الاختصاصيين في مجال المصر في مجال البنك المركزي وفي مجال المالية، وكلهم كانوا يا مدراء يعني مدراء المصرف أو وزراء نواب وزراء المالية، واتفقنا إنه لا يمكن أبدا إنشاء مركزين ماليين يعني مركزين للبنك المركزي، واحد في عدن واحد في صنعاء. هذا لن يقبل به اي دوله، اي يعني لم تقبل به المنظمات الدوليه، وليس بهذا البساطه والتبسيط ان احنا يعني نقول نفتح حساب. الحساب مفتوح في البنك المركزي، واسالوا رئيس مجلس اداره البنك المركزي، هذا الحساب فارغ. نعم. اذا استاذ خالد دكتور محمد، نعم استاذ خالد، اذا دكتور محمد الاستاذ خالد يقول بان الحساب في البنك الاهلي مفتوح، اذا لماذا لم تورد اي مبالغ وتبدا الحكومه بالشروع بحلول اقتصاديه عاجله؟
إليه أي أموال نتيجة عدم إرسالها من الجهات المعنية، يعني لم يتم إرسال مثلا الأموال من الوديعة، لأنه هناك من يخاف أنه إذا تم إرسال هذه الأموال إلى عدن فإن عدن تنفصل. إذا كانت البنك الأهلي أو الحساب في البنك الأهلي لم يتم التوريد عليه، لماذا لا نصدر عملة؟ لماذا لا نصدر عملة؟ من يمنعنا من إصدار عملة هي عملة الريال، وهي عملة شرعية لأنها هي عملية دين على الحكومة الشرعية التي هي تقوم بالإصدار؟ ما الذي يمنعنا من إصدار عملة؟ ما الذي يمنعكم؟ نحن من نوجه السؤال وأنتم تجيبون دكتور، وأنت مستشار في الحكومة، تفضل. أعضاء اللجنة الاقتصادية هذه تكونت من مجموعة من الوعدويين الكذابين الذين لا يفهمون أن الوضع العسكري الآن يتطلب، الوضع الاقتصادي الآن يتطلب أن يتم اتخاذ إجراءات قوية وإجراءات جريئة، لا يجب التخوف. نحن الآن إذا لم يتم تحويل أي أموال إلى الحساب الذي تم فتحه، فعلى الحكومة أن تقوم بإصدار العملة قوية. لماذا لا يتم هناك مركزين ماليين؟ إذا كان الحوثي لا يهمه اليمن ولا يهمه شيء، لماذا نحن نخاف ونسمح للعودي لحصارنا اقتصاديا؟ هذه عملية نوع من أنواع الغباء في اللجنة التي تم تشكيلها. اللجنة التي تم تشكيلها هي اللجنة من الخوافين، من الذين ينظرون إلى صنعاء بأن لديها كل شيء والقداسة في صنعاء، وأنا أتهمهم اتهام مباشر بأنهم هم الذين يحاولون حصار الحكومة. الحكومة تستطيع أن تصدر عملة من داخل عدن، ما الذي يمنع؟ كيف استطعنا أن ننقل البنك المركزي من عدن إلى صنعاء ولا نستطيع أن ننقله من صنعاء إلى عدن؟ نعم، يعني هذا كلام. طيب دكتور محمد، نعم دكتور محمد، إذن أستاذ خالد عبد الواحد في عدن، هل فعلا بأن بقدرة الحكومة إصدار عملة من عدن، وأن الذين يقفون بعدم تحويل وإعطاء الحكومة الضوء الأخضر لإصدار هذه العملة هم من يقفون عائق أمام إيجاد أي حلول اقتصادية؟ يا أستاذ، نحن ما زلنا بعقلية التخوين، ناقش قضايا اقتصادية بعقلية التخوين. اللجنة التي يتكلم عنها هي من كبار رجال الدولة اللي كانت في الجنوب، وليس لهم علاقة لا بخوانة ولا بتخوين ولا بالعراق، كلهم ساكنين في عدن، وكلهم قيارات أحمد حسين أبو بكر نائب وزير المالية، عبد العزيز باسودان محافظ مصرف اليمن، يعني كلهم أجيب لك الأسماء كلها، وكان مشترك الأخ مدير البنك المركزي في عدن، وكانت يعني الدكاترة محمد عمر باناقة، يعني هذا أساتذة لك يا دكتور. نحن مش مقال مزايدة، وأن قدك تتهمهم بال وهذا ناقشناه مع مجلس الوزراء اللي نزل لعدن، يعني اللي نزل لعدن وكان معنا نائب وزير المالية كمان. ليس الموضوع متخوف من إذا لم يكن الإسلاميين ولا شيء. نعم طيب، إذا التخوف من ماذا أستاذ عبد الخالق؟ ونحن قاعدين داخل عدن، نعم، بين الحر وبين كل شيء، وبعدين تقول الناس يعني خونة. نعم، إذا يا أخي ما أنت مش متخصص في الجانب بعيدا على المعادله. استاذ خالد، بعيدا، استاذ خالد اسمح لي، استاذ خالد، استاذ خالد، نعم استاذ خالد، نحن نبحث عن حلول وزاره الماليه. نعم، اذا العوائق استاذ خالد، اذا تكرمت استاذ خالد عبد الواحد اسمعني، تقول لهم استاذ خالد، استاذ خالد شوف المزايده، بطل المزايده. استاذ خالد وصلت فكرتك استاذ خالد، اذا الحلول استاذ خالد، يا مقدم البرنامج تفضل استاذ خالد، بس نبحث عن الحلول. يا مقدم البرنامج، نعم يا مقدم البرنامج، اسمح لنا ان نقدم راينا ووجهة نظرنا والحلول. تفضل. الحلول العقلانيه، تفضل، الحلول المدروسه، الحلول التي تم التشاور معها يعني على نطاق واسع بين كثير من الاكاديميين وبين كثير تفضل من كل الحلول المهتمين في الشان الاقتصادي والمالي. يعني هو المساله مش يعني خلاص يعني هوشلية. نعم. أنا قلت لك هذا الموضوع لا يمكن أن تقبل به أي البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي ولا الولايات المتحدة ولا الدول الأوروبية ولا أي شخص، يعني يقول لك بصدر عملة، يعني إيش إصدار العملة؟ حد يمكن أي بلد إصدار العملة؟ ما حد بيعترف بك، ولا حد بيعترف بالعملة هذه. يعني أنت إيش دولة؟ أنت قد في دولة أخرى
في دولة أخرى. الحل أستاذ خالد حتى نستغل الوقت إذا تكرمت. الحلول الحلول أستاذ خالد. أستاذ خالد الحلول حتى نستفيد من الوقت. أخوان خلينا يا 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 أخ مقدم. نعم. يا أخ بشير. نعم أستاذ. يا أخ بشير. نعم. يا أخ بشير اعطيني فرصة. بشير. نعم أستاذ خالد أسمعك تفضل الوقت لك بس. جيب لنا الحلول. أستكمل أفكاري. استكمل أفكاري وأقدم لك الحلول الناجعة. تفضل بصورة سريعة. الوقت داهمنا. نعم. إذا كان الحكومة الشرعية خلال 16 شهر لم تستطع أن تنقل البنك المركزي ولا تنشئ مركز مالي، هذا لم تستطع الحكومة خلال 16 شهر. وكما قلت لك الأضرار كانت كبيرة جدا، وصلت الاقتصاد والوضع المالي والنقدي إلى وضع صعب جدا جدا، إلى وضع كارثي. أنا أقول لك الآن شهر يوليو ربما لن يستلم موظفي الدولة رواتبهم، لأنه الموارد قد شحت، والوضع المالي والنقدي قد وصل إلى الحضيض. شلة الأعمال البنوك، أزمة سيولة حادة جدا، استنزاف الاحتياطات، توقيف للمساعدات والمعونات، هذه كلها الآثار. كيف نعالجها؟ نعالجها بهدوء بعقلانية. نقول تحييد كل من البنك المركزي ووزارة المالية والصناعة ومؤسسات الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية من مستشفيات ومدارس وكليات وجامعات ومجموعة من المنشآت. هذه أولا نحيدها بحيث أنه نمنع بضمان دولي. نعم. كل أطراف النزاع أن يستهدفوا كل هذه المنشآت. نعم أستاذ خالد، وما كانت هذه هي الهدنة التي الاقتصادية التي يعني على ضوءها تم تحييد البنك المركزي، لكن للأسف تركوا المجال مفتوح أمام الميليشيا لنهب كل مقدرات الدولة. أعود لأجد مع الدكتور محمد حلوب. دكتور محمد، ربما تحدث أن هناك ربما قنبلة اقتصادية وهي الديون الداخلية التي الحوثي لا يأبهون لها، وهي ما يقارب 4 تريليون كما تحدثت في بعض مقابلاتك، وهي ربما الكارثة التي ستحل باليمنيين قريبا. الديون الآن أصبحت 5.7 تريليون، يعني هي تتزايد يوما بعد يوم، وهذا الكلام كان قبل أسبوعين، يمكن الآن قد زادت أكثر. التخوف من نقل البنك المركزي سوف يؤدي إلى كارثة، سوف يؤدي إلى تفتت اليمن. الأخ عبد الواحد وزملائه الوحدويين الذين يخافون على الوحدة سوف يؤدون إلى تفتيت اليمن مش إلى تشتيرها. ما علاقة دكتور محمد، دكتور محمد ما علاقة الوحدة الآن في الوضع المالي؟ نحن نتحدث عن حلول دكتور محمد حتى نستغل الوقت إذا تكرم. أنا أعرف تماماً أنه خايفين أنه إصدار عملة من عدن سوف يؤدي إلى انفصال الجنوب، وأقول لهم أن هذا التخوف أبعدوا عن أفكاركم، لأنه لن يتم، لأنه هناك مجتمع دولي ومجتمع خليجي ومجتمع إسلامي ومجتمع عربي وأيضا المجتمع اليمني يرفض ذلك، كما أن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح، ولا الأوضاع السياسية ولا الأوضاع الاجتماعية. نعم. التخوف الآن أنه لا نستطيع أن نصدر عملة من عدن، أنا لا أفهمه على الإطلاق، إلا أنه نوع من أنواع التواطؤ مع الحوثيين. يعني كيف يمكن أنه لا نستطيع إذا تستمر الهدنة الاقتصادية؟ الكلام أنه لا نستطيع أن نعمل شيء ويجب أن تستمر الهدنة الاقتصادية، جربناها 8 و4 أشهر وأدت إلى مليون. نعم. 5.7 تريليون. أشكرك. قنبلة يعني محلية، قنبلة دين ضخمة يوم يمكن أن تنفجر. نعم. وتفتت لنا الاقتصاد ونصبح مثل الصومال. أشكرك دكتور خالد. دكتور محمد. السيطرة. نعم أشكرك جزيلا دكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاستشارية في الحكومة، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من جدة. عودة أخيرة إلى عدن مع الأستاذ خالد عبد الواحد. أستاذ خالد ربما دقيقة أخيرة لك، تفضل إذا كان هناك رؤية بحل ربما يوقف هذا التدهور الحاد للاقتصاد تفضل. أنا لن أستمر في النقاش مع شخص مزايد، يعني مزايد لا مش قادر أن يعمل، يعني مش قادر أن يقدم
آلية وعمل لحل استاذ خالد رأيك لحل سريع استاذ خالد رأيك لحل سريع للمشكلة حتى نختم بها إذا تكرم. أنت تقاطعني. لم أقاطعك أستاذ خالد لكن ربما أنت تقاطعني لم أستكمل يا أخي أنا عندي مشروع متكامل. ربما سنخصص حلقات أستاذ خالد ربما حلقات أكثر ونعطيك المجال أكثر الآن إذا في دقيقة إذا تكرمت الحل من وجهة نظرك بشكل سريع ربما ينقذ الاقتصاد في اليمن ما هو نختم به الوقت انتهى علينا تفضل. يا عزيزي هذه المؤسسات اللي ذكرتها يجب يعني تشتغل باستقلالية تامة وبحيادية تامة من قبل عناصر تكنوقراط يصدر بهم قرار لجنة اقتصادية يكون فيها وزير المالية وزير ومحافظ البنك المركزي ووزير التخطيط. أشكرك. ولجنة يعني تشرف على كل هذه على كل هذه على مستوى المركز وعلى مستوى المحافظات بضمانة دولية وبقرار دولي إنه هذه المؤسسات لا تمس ولا يتدخل فيها يعني ولا تتدخل فيها أي جهة. أشكرك. نعم. فلذلك هذه حددنا مهام. نعم أستاذ خالد أشكرك جزيل الشكر ربما هي نقاط مهمة ولكن قد تم تجربتها ووصلنا إلى نقطة وطريق مسدود لحل المشكلة الاقتصادية في اليمن. أتمنى أن تكون هناك حلول عاجلة من قبل الحكومة والتحالف لإيقاف هذا الانهيار الاقتصادي الكبير. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام تقبلوا تحيات فريق العمل في الإعداد الزميل أسامة القطيبي وكذلك الفريق الفني للبرنامج. حتى الملتقى نلقاكم إن شاء الله الأسبوع المقبل حلقات جديدة من فضاء حر في أمان الله. السلام عليكم.